نور، انت اللي بتحميني من كل الشرور، ماسك بيميني قلبي معك مسرور. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني، وبحبك غامرني. انت اللي معايا ولا يمكن تسيبني، وصوتك جوايا ما تخافش يا ابني. انت اللي معايا ولا يمكن تسيبني، وصوتك جوايا ما تخافش يا ابني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني، وبحبك غامرني. انت اللي بترفعني في وسط آلامي، في ضعفي تشجعني يا مصدر سلامي. انت اللي بترفعني في وسط آلامي، في ضعفي تشجعني يا مصدر سلامي. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني، وبحبك غامرني. انت اللي بتسندني في الظرف المرير، ايدك بتشكلني وبتعمل لي الخير. انت اللي بتسندني في الظرف المرير، ايدك بتشكلني وبتعمل لي الخير. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني. ما انت الرب الراعي على كتفك شايلني، بتاخدني المراعي وبحبك غامرني، وبحبك غامرني. شكرا يا بوي. عفوا، كتر خيرك مدام معيد، مدام منى. باسم الاب والابن والروح القدس، الاله واحد امين. فتحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. هنبتدي النهارده بمعونة ربنا في الإصحاح 21 من إنجيل معلمنا متى. يا ترى الصوت مسموع؟ مسموع يا ابو. ايوه يا ابو. طيب كتر. احنا الإصحاحين اللي فاتوا كنا مع ربنا يسوع المسيح في رحلة لمدة 6 شهور من الجليل لأورشليم. معلش يا جماعة، نبتدي ثاني. معلش. بسم الله والابن والروح القدس أحد أمين. زي ما قلت لكم، إحنا كنا في رحلة مع ربنا يسوع المسيح والتلاميذ بتوعه لمدة 6 شهور من الجليل إلى أورشليم. ربنا يسوع المسيح وتلاميذه مشيوا في شرق الأردن في المنطقة اللي اسمها بيرية، اللي انتهت عند أريحة
قبل ما يجي ويدخل أورشليم. الصوت واضح تاني معلش؟ أيوة يا بني. قديس معلمنا متى بعد الحدث بتاع المرة اللي فاتت اللي هو شفاء الأعميين اللي كانوا خارج مدينة أريحة، ما ذكرش الحادثة بتاعت زكا، ولا ذكر كلام السيد المسيح عن مثل العشرة الأمناء اللي هي تمت في المنطقة بتاعت أريحة، بل دخل على طول على إيه؟ على أورشليم. هنعرف كمان شوية إن غالبا ربنا يسوع المسيح ساب أريحة في نهار الجمعة ويمشي إلى بيت عنيا اللي هي فيها بيت القديس لعازر وأخته مريم ومارثا، ويقضى عندهم السبت. وفي الليلة دهيت مريم أخت العازر سكبت الطيب على إيه؟ على قدمي يسوع زي ما قال لتكفينه يعني. ودي برضو ما ذكرهاش القديس متى، ذكر على طول إن هو يوم الحد دخل إلى أورشليم. نقرأ من الأناجيل الأربعة القصة بتاع دخول السيد المسيح إلى أورشليم، وناخدها كلمة كلمة ونعيش الحدث مع التلاميذ ومع الناس اللي استقبلوا ربنا يسوع المسيح وهو داخل أورشليم. فدي كنت شنو ده ممكن نقرأ من 1 لـ11. أيوة. ولما قربوا من أورشليم وجاءوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، حينئذ أرسل يسوع تلميذين قائلا لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت تجدان أتانا مربوطة وجحشا معها، فحلاهما وأتياني بهما، وإن قال لكما أحد شيئا فقولا: الرب محتاج إليهما، فللوقت يرسلهما. فكان هذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي: قولوا لابنة صهيون: هوذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. فذهب التلميذان وفعل كما أمرهما يسوع، وأتيا بالأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما. والجمع الأكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والجموع الذين تقدموا والذين تابعوا كانوا يصرخون: وصلنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، وصلنا في الأعالي. ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة: من هذا؟ فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ودخل يسوع إلى هيكل الله، وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيرفة وكراسي باعة الحمام. دي القصة بتاع دخول السيد المسيح إلى أورشليم زي ما ذكرها القديس متى. نركز مع بعض في ما ذكره القديس مرقس، هنلاقي فيه اختلافات بسيطة، واللي هنلاقيه هنلاقي إن الأناجيل بتكمل بعضها عشان تدينا صورة متكاملة. مدام موندا ممكن نقرأ من مرقس 11 من 1 لـ11 برضو. أوكي. ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا وعند جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا ولم يجلس عليه أحد من الناس فحلا وأتيا به. وإن قال لكما أحد: لماذا تفعلان هذا؟ فقولا: الرب محتاج إليه، فللوقت يرسله إلى هنا. فمضيا وجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجين على الطريق فحلا. فقال لهما: قام من القيام هناك، ماذا تفعلان تحلان الجحش؟ فقالا لهم كما أوصى يسوع، فتركهما. فتيا بالجحش ليسوع والقيا عليه ثيابهما فجلس عليه. وكثيرون فرشوا ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق. والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين: وصلنا، مبارك الآتي باسم الرب، مباركة مملكة أبينا داود، الآتي باسم الرب، وصلنا في الأعالي.
فدخل يسوع أورشليم والهيكل، ولما نظر حوله إلى كل شيء إذ كان الوقت قد أمسى، وخرج إلى بيت عنيا مع الاثنى عشر. كتر خيرك. يبقى دي الحادثة كما ذكرها القديس مرقس. نشوف برضو القديس لوقا قال إيه. لوقا 19 من عدد 28 لعدد 40. أستاذ مدحت بداوي من 28 ل 40. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم، وإذ قرب من بيت فاجي وبيت عنيا عند الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، أرسل اثنين من تلاميذه قائلا: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحدا من الناس قط، فحلاه وأتي به، وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقول له إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما، وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقال: الرب محتاج إليه. وأتي به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع، وفيما وسائر فرش ثيابهم في الطريق. ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون ابتدأ كل الجمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم لأجل جميع القوات التي نظروا، قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. وأما بعض الفرسيين من الجمع فقالوا له: يا معلم انتهر تلاميذك. فأجاب: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ، وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها. كتر خيرك. نقرأ برضو دخول قصة دخول السيد المسيح لأورشليم من إنجيل يوحنا 12 من عدد 12 ل 19. دي كنت شنودة من 12 ل 19. حاجة. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، فأخذوا صعوف النخل وخرجوا لقاؤه، وكانوا يصرخون: أصنى مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب: لا تخافي يا ابنة صهيون، هو ذا ملكوك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات، ولهذا أيضا لاقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض: انظروا انكم لا تنفعون شيئا، هو ذا العالم قد ذهب وراءه. كتر خير. ناخد ال قصه دخول السيد المسيح الى اورشليم، اللي هو الحدث اللي احنا بنسميه في الكنيسه عندنا طقسيا حد الزعف. طبعا لو انتم تلاحظوا تلاقوا ان الاناجيل كلها تدي أهمية كبيرة جدا للأسبوع الأخير من حياة السيد المسيح على الأرض، حتى إن احنا في إنجيل متى هوت من متى 21 حتى 28 يتكلم عن الأسبوع ده هوت. وزي ما انتوا شفتوا حتى من يوحنا 12 لحد 21 تقريبا حوالي 40% من الإنجيل بتاع يوحنا يتكلم عن الأسبوع الأخير في حياة السيد المسيح. الأناجيل الأربعة في مجملها حوالي أكتر من 30% منها مختص بالأسبوع الأخير. عشان كده كلنا نستمتع في أسبوع الألام لما نحضر الصلوات ساعة بساعة ونقرأ الإنجيل ساعة بساعة بدقائق وتفاصيل الأسبوع الأخير من حياة ربنا يسوع المسيح على الأرض. طبعا ذكرت بالتفصيل لأنها تختص بإتمام الخلاص للعالم كله، أهم حدث في التاريخ.
أهم حدث في التاريخ. يقول قديس متى في آية واحد: ولما قربوا من أورشليم، الوقت ده هوت أو اليوم ده كان يوم الحد، يوم الأحد يعني، يوم 10 نيسان، يوم 10 نيسان. طبعا زي ما قلت لكم إن الوقت ده هوت كان قرب عيد الفصح، وكان يهود العالم كله بيجب أن يتجمعوا، اللي عايز يحضر عيد الفصح ويجي أورشليم، وكل واحد فيهم يشتري خروف في يوم 10 ويحفظه إلى يوم 14 عشان يذبح الفصح. فكان أعداد اللي موجودين في أورشليم بالملايين بالملايين، زي ما درسنا مع بعض في سفر الخروج وسفر التثنية، أن العبادة في العهد القديم كانت عبادة مركزية، يعني مركز العبادة واحد فقط وهو الهيكل في أورشليم، وما ينفعش تقدم ذبيحة إلا في الهيكل في أورشليم فقط. وكنا قلنا الأسباب لما درسنا سفر الخروج وسفر التثنية. زي ما قلت لكم في الأول أن الأرجح أن السيد المسيح ترك أريحة في نهار الجمعة 8 نيسان، ووصل مساء الجمعة اللي هو بداية يوم السبت إلى بيت عنيا، زي ما ذكر في يوحنا 12:1، وبات هناك، وهناك قامت مريم أثناء العشاء ودهنت قدميه بالطيب، زي ما ذكر القديس يوحنا في يوحنا 12. لما قربوا من أورشليم جم عند مكان أو قرية اسمها بيت فاجي، وبيت فاجي ده اسم يوناني معناه بيت التين، بيت التين، وهي قرية تقع شرقي جبل الزيتون، وهي زي ما تقولوا كده قرية تابعة لأورشليم، ويفصلها عن أورشليم منحدر وادي قدرون. طبعا اللي فيكم راح أورشليم أكيد يكون متصور الكلام اللي أنا بقوله. جبل الزيتون أو الزيتون اللي مكتوب عنه هنا ده جبل بيقع على بعد أقل من 1 كيلو شرق مدينة أورشليم، شرق مدينة أورشليم، وده المسافة اللي كان بياخدها اليهود ويسموها سفر سبت، وهي المسافة المسموح بيها إن اليهودي يمشيها في يوم السبت فقط، من أورشليم لجبل الزيتون فقط اللي هي حوالي 1 كيلو أو 1 ميل. وجبل الزيتون ده حاليا اسمه جبل الطور أو جبل طور الزيت، وشرقه بيت فاجي وبيت عنيا، وغربه أو على سفحه الغربي يقع بستان جثيماني اللي هنجيله في ليلة خميس العهد. إيه اللي حصل بعد كده؟ سيد المسيح قال لاثنين من تلاميذه: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، ربما تكون القرية دي هي بيت فاجي، فتلاقوا هناك، حدد لهم المكان، فتلاقوا أتانا مربوطة وجحشا معا. الأتان اللي هي أنثى الحمار، والجحش اللي هو إيه؟ اللي هو الحمار الصغير. فالظاهر إن هو الحمارة يعني أو الأنثى الحمار وابنها الصغير. السيد المسيح قال لتلاميذه يلاقوهم فين وأمرهم إنهم يجيبوه. طبعا القديس مرقس والقديس لوقا والقديس يوحنا برضو ذكروا فقط الجحش، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن القديس متى يمتاز بالتفاصيل الدقيقة أكتر من القديس مرقس والقديس لوقا، عشان كده ذكر بالتفصيل إن هما كانوا أتان وجحش ابن أتان. وطبعا الأناجيل الثانية زودت على كلمة الجحش إن هو لم يجلس عليه أحد قبل المسيح، لم يجلس عليه أحد قبل المسيح. في الوقت ده هوت في أثناء خدمة السيد المسيح على الأرض كانت القطن أو الحمير تستخدم كثيرا في السفر، لكن الخيول ما كانتش تستعمل كثيرا لأنها غالية، فبالتالي اللي كان بيستعملها هم العظماء أو الملوك، أو كانت تستخدم في الحروب، كانت آلات، كانت دبابات يعني، تستخدم كأنها دبابات في الحروب. ولكن في حالة السيد المسيح
فالسيد المسيح في اتضاع استخدم ما يستخدمه العامة. والحمير في الأوقات دهية كانت تستخدم في الخدمة. الخدمة يعني إيه؟ يعني في الأعمال المنزلية، في الأعمال بتاعة الحقل. لكن الخيول حتى هذا اليوم برضو تستخدم في الاستعراض. فالسيد المسيح جاء للخدمة لا لإظهار العظمة والافتخار والاستعراض. عشان كده استخدم الحمار الذي يستخدم في الخدمة. أنا جاي أخدم مش جاي استعرض. أنا جاي أخدم مش جاي استعرض. الجميل في الموضوع ده هو برضو أن الأتان والجحش ما كانوش ملك المسيح، لكنه استلفهم. لأنه زي ما قال لتلاميذه أنه ما كانش يملك أي شيء في هذا العالم سوى ما يعطيه الناس له أو ما يعار إليه. زي ما تكلمنا قبل كده عن أم ابني زبدي والنساء الذين كنا يخدمنه من أموالهن. لم يكن يملك شيء وهو مالك كل شيء. لم يكن يملك شيء وهو مالك كل شيء. قال للتلاميذ أو للتلميذين روحوا هاتوا الأتان والجحش حلوهم وهاتوهم لي. ولو حد قال لكم يعني اعترضكم يعني قولوا إن الرب محتاج إليهما فللوقت يرسلهما. هنا نلاقي السيد المسيح العالم بكل الأمور عارف مكان الأتان والجحش، وأيضا ليه سلطان على أرواح الناس حيث أنهم وافقوا على طلبه بمجرد أن التلاميذ قالوا الرب محتاج إليهما. نتعلم حاجة كويسة جدا من الموضوع ده. نتعلم أن الموقف ده هو مثال للأمانة والعدل. ليه؟ لأنهم ما رحوش خدوا الأتان خفية أو دون موافقة أصحابهما. لا، مع أن ربنا مالك كل شيء، لكن برضه لابد أن الحاجة اللي يستخدمها تكون عن رضا نفس وعن موافقة. نفس الموقف ده هو عمله بولس الرسول لما بعت لفليمون يستأذنه إن هو ياخد أنسيموس العبد الهارب منه ويبقيه معاه لأنه نافع للخدمة، لكنه يبعت له في رسالة ويقول له إيه؟ يقول له أنا ما رضيتش أخده للخدمة من غير موافقتك أنت، عشان تبقى أنت راضي عنه وتعامله كأخ مش كعبد. طبعا الموقف ده هو أو وجود الأتان والجحش ومجيء التلاميذ وأنهم يتحلوا يحلوهم ويجيبهم للسيد المسيح، ده كان بترتيب إلهي، ترتيب إلهي. ربنا رتب ان الجحش والأتان يكونوا في المكان ده هوت، وان التلاميذ يجوا يطلبوهم من الناس والناس يعطيهم ليهم. رغم ان ربنا زي ما قلت خالق كل شيء، الا انه في اتضاع قال انا محتاج اليهما، انا محتاج اليهما. عايزين نفرق ما بين الاتضاع الحقيقي والاتضاع المصطنع. لو عارف لو عايز تعرف الفرق بين الإنسان المتضع حقيقة والإنسان الذي يصطنع الاتضاع، بص للمثل ده. هنا مثال الاتضاع الحقيقي، الذي يملك كل شيء يطلب موافقة اللي هو اداهم الحاجة. هو ساعات الواحد يبقى متضع عن غير حق، زي ما بنقول من لا يملك أعطى من لا يستحق. لكن ربنا خلق كل شيء، كل شيء ملكه بتاعه هو، لكنه يطلب ويقول أنا محتاج إليهم. ده الاتضاع الحقيقي، إنك تكون عندك الحاجة أو عندك الإمكانية ومع ذلك تتنازل
وتقول لا انا محتاج اليها، مع انه واهب العطايا لكن في حب وتضاعه يطلب منا الموافقه، مع انه واهب كل العطايا لكن في حبه واتضاعه يطلب منا الموافقة. طبعا الآباء تأملوا كتير جدا في موضوع الأتان والجحش، وزي ما سمعنا آلاف من العظات حوالين الموضوع ده، هو خصوصا إن حد الزعف يحضر من جميع الناس، يعني نشكر ربنا. فالأتان والجحش هم رمز للبشرية كلها، أي اليهود والأمم الذين للأسف صاروا في غباء الحمير بسبب ابتعادهم عن الله، سواء اليهود بالانشغال بالماديات والحرفية أو الأمم بالخطية وعبادة الأوثان. فيتشبه البشرية كلها بالأتان والجحش. طبعا هنعرف بعد كده ان ربنا يسوع المسيح كان بيستخدم الأتان او الموسى الحمار في بعض الوقت، وقليلا يستخدم الجحش الصغير في وقت اخر، عشان الجحش الصغير ده لا يتعب، فهو يشفق او يشفق على خليقته، وان كان يشفق على الخليقة غير العاقلة فكم يشفق على البشر أولاده. برضو نتعلم من كلمة تجدان أتان مربوطة وجحشا معها فحلهما، إن ربنا أعطى السلطان لخدامه لكهنته في العهد الجديد أن يحلوا البشرية باسمه. عشان كده يقول إيه، لو حد قال لكم بتعملوا إيه قولوا الرب محتاج إليه. فإذا ربنا أعطى السلطان لكهنة العهد الجديد أنهم يحلوا البشرية باسمه من رباطات الخطية، من سلطان إبليس، وده سلطان الحل والربط في سر الاعتراف الذي يعطى للتائبين، فيأخذهم كهنة العهد الجديد ويدخلوا بهم إلى أورشليم العليا مدينة السلام. إن كنت محلول تدخل السماء، وده بالظبط اللي احنا بنصليه في صلاة التحليل. العلامة أوريجينوس اللي تفسير تاني ظريف جدا في الموضوع ده يقول ايه، رمز للمجمع اليهود القديم بالأتان اللي هم رؤساء اليهود، يعني إذ كان مقيدا بخطاياه، وكان أيضا معها الجحش مقيدا كرمز للشعب الحديث الولادة من الأمم، وإذ اقترب المخلص وصار الطريق لأورشليم السماوية مفتوحا أمر بحلهما خلال تعاليم تلاميذه الذين أعطاهم الروح القدس قائلا، اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. برضو يقول العلامة أوريجينوس كان احتياجه هكذا أنه إذ يجلس عليهما يحررهما من الأتعاب مصلحا من أمرهما بجلوسه عليهما، لا بمعنى أنه هو الذي يستريح بواسطتهما أبدا، ده ربنا لما جلس عليهم حررهم من الأتعاب مصلحا من الألم أو التعب اللي هم فيه إن كانوا أمم أو إن كانوا يهود. يكمل معلمنا متى ويقول فكان هكذا كله لكي يتم ما قيل بالنبي. نرجع تاني إلى عادة القديس متى في إن هو يذكر النبوات، يذكر الإيه؟ النبوات، عشان يوضح للي بيقروا ان الذي اتحدث عنه هو المسيح التي تحدثت عنه النبوات في العهد القديم. قولوا لابنة صهيون هوذا
ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. لو رحنا مع بعض لأشعية 62 نلاقي قديس متى خد المقدمة، لكن النبوة الأساسية من زكريا 9:9. شوف المقدمة كده خدتها ازاي، أشعياء 62:11. مدام مندى 10 عدد 11. هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آتٍ، ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. يبقى أشعياء من الأول اتكلم وقال هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آتٍ، لكن اتذكرت بوضوح أكتر وبالتفصيل في إيه؟ في زكريا، نبوة زكريا، زكريا 9:9. أستاذ مدحت بيراوي 9:9. ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وجحش ابن أتان. راكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. نشوف كده القديس يوحنا في العهد الجديد واللي احنا لسه قاريينها برضو بس نركز عليها تاني، قال ايه على النقطة دي بالذات؟ يوحنا 12:14-16، دي كنت شنودة من 14-16. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه كما هو مكتوب، لا تخافي يا ابنة صهيون، هو زي ملكوك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حين استذكروا أن هذه كانت مكتوب عنه وأنهم صنعوا هذه له. يعني حتى التلاميذ في هذا الوقت ما كانوش واخدين بالهم من إيه؟ من النبوة، عشان بس لحد اللي يقول إن النبوات دي اتفصلت، لا ده حتى لما حدثت ما كانوش واخدين بالهم، إلا لما تمجد يسوع ابتدوا إيه؟ ابتدوا يفهموا. طبعا النبوة دي نطق بيها زكريا حوالي 550 سنة قبل الميلاد، واليهود نسبوها في كل عصر إلى المسيح المنتظر، وزي ما قلت لكم مقدمتها ما جاء في نبوة أشعياء 62:11، والتلاميذ لم يفهموا الموضوع ده في هذا اليوم، إن ركوب المسيح على جحش كان إتماماً لنبوة زكريا. وزي ما قلت لكم في الأول، كعادة القديس متى إن هو يعلن أن المسيح أو في المسيح إتمام النبوات، عشان كده تلاقوا يتكرر كتير جدا لكي يتم ما قيل بالنبي. طبعا لو انتوا عارفين ان دي ثالث مرة او ثالث عيد فصح السيد المسيح يحضره، ثالث والاخير، لكن في الاثنين الاولانيين كان السيد المسيح دائما ما يخفي نفسه، بالذات في المناسبات اللي يكون فيها ناس كتير، لكن المرة دي لما حان الوقت رفع الحجاب ودخل الملك أولو أورشليم باحتفال عظيم ليظهر للناس أنه المسيح ملك اليهود الروحي. المرتين اللي فاتوا ما كانوش زي المرة الأخيرة، لأن الوقت جه، الوقت جه بتاع الصلاة. في آية 5 يقولوا قولوا لابنة صهيون، وابنة صهيون ده هي ده اسم من أسماء أورشليم، وأول ما ذكر ذكر في أشعياء 1، أشعياء 1:8. مدام مندى عدد 8. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في الكرم، كخيمة في مقصى، كمدينة محاصرة. فبقيت ابنة صهيون اللي هي أورشليم.
اوكي أول ما ذكر. يقول إيه؟ يقول قولوا لابنة صهيون هوذا ملكك يأتيك وديعا. النبوة قالت إن السيد المسيح يأتي كملك، وأول واحد ما يسمع كلمة ملك ده هي خلاص بتيجي في ذهنه إن هذا الإنسان الملك له حق التسلط على هذا العالم، له حق التسلط على هذا الإيه؟ العالم. لكن هذا الملك لا يأتي بمركبات وخيل وجيوش كملك أرضي، ولا يبوق أمامه بالبوق زي ما عمل مع سليمان، ولا يجري قدامه الجنود والحاشية. لكن السيد المسيح دخل إلى أورشليم ملكا وديعا، بما يليق بملك السلام، مش بعظمة، مش بأبهة، مش بافتخار، لكن بالوداع، حيث أن هذا الملك تحمل الآلام أو سوف يتحمل الآلام والإهانات من أجل صهيون اللي هي الكنيسة. عشان كده هو ملك على القلوب، مش ملك أرضي. عشان كده الموكب بتاعه بسيط، وأيضا اللي بيهتفوا له والمنتظرين دخوله هم أيضا من البسطاء، هم أيضا من البسطاء. موكب الملك الوديع البسيط، لكن هذا الموكب يرج أورشليم. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول إذا عرف النبي أعني زكريا حقد اليهود ومقاومتهم للمسيح عند صعوده للهيكل، سبق فحذرهم معطيا لهم هذه العلامة لكي يعرفوه. يعني زكريا بروح النبوة عرف الحقد اللي كان عند اليهود أو الفريسيين والكتبة، فحذرهم وقال لهم الملك هيجي وشكله كذا كذا كذا، عشان ما يقولوش إن هما ما عرفوهوش. لا، ده انتوا كنتوا منتظرينه، ودي العلامات اللي انتوا كنتوا منتظرين انها تحصل. فذهب التلميذان وفعل كما امرهما يسوع. قديس مرقس وقديس لوقا ذكروا ان اصحاب الاتان والجحش اعترضوا الرسولين في اول الامر، لكنهم اجابوا بالجواب اللي السيد المسيح قاله لهم الرب محتاج اليه، فتركوهم ياخدوا الجحش والايه والأتان. بعد كده حصلت حاجة هنعرف أصلها إيه. في عدد 7 يقول وأتي بالأتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهم. خدوا الأتان والجحش وحطوا الثياب اللي هي إيه؟ اللي هي الثياب الخارجية، يعني زي الرداء والعباية. فبدل عدة الركوب كانت مجرد الايه العبايه بتاعت واحد من التلميذين، والعبايه الثانيه على الايه على الاتان. وده احتراما للراكب كما صنع اصحاب ياهو. فين الكلام ده؟ نلاقيه في ملوك الثاني، في ملوك الثاني. ودي عاده هنفهم معناها كمان شويه. يعني الموضوع ده هوت كان ليه كان لي سيجنيفيكانس. يعني الملوك الثاني اصحاح 9 عدد 13 يهوذا الملك اللي جه بعد اخاه. استاذ مدحت بيقول عدد 13 فبادر كل واحد واخذ ثوبه ووضعه تحته على الدرج نفسه وضربوا البوق وقالوا قد ملك ياهو. اللي حصل ان هو ياهو ده هوت اعلن كانه ملك على اسرائيل، فجي اصحابه قلعوا الثياب بتاعتهم وحطوها على السلالم عشان يطلع عليها ايه يطلع عليها ياهو. وده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن طريقة يعبر او عرفت في العرف اليهودي
ان خلع الثياب ويوضعها عشان حد يعدي عليها او يدوس عليها كأن الشخص يخضع للشخص ده هو كرئيس له، او ان هو يتنازل ليه عما هو ضروري له كخضوع ليه، كما فعلت الجموع ايضا فطرحت الثياب على الارض لنفس السبب. فكأن المنظر ده هو بتاع الثياب اللي محطوطة على الأتان والثياب المفروشة على الأرض، اعتراف من الأشخاص دهيت بأن الشخص ده هو إيه؟ هو الرئيس، هو الرأس، هو الملك. ده موجود برضو في أشعية 3. أشعية 3، أشعية 3 عدد 6 و7. دي كل جنود عدد 6 و7. وإذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يديك تحت يدك، يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتي لأخبر لا خبز ولا ثوب ولا تجعلوني رئيس الشعب. فخلع الثياب دهيت ويعطاها لآخر أو آخر يقعد عليها أو يخطي عليها، ده في العرف اليهودي تعني الخضوع له كرئيس. وهنا التلاميذ بيتقدموا نيابة عن الكنيسة عننا في كل الأجيال، بيعلنوا قبولهم العريس رأسا ورئيسا، يعلنوا العريس رأسا ورئيسا. فرشوا الثياب على الأتان والجحش ويقول الكتاب فجلس عليهما. طبعا يعني ايه جلس عليهما؟ يعني الرب جلس بالتناوب، شوية على الأتان وشوية على الايه؟ على الجحش. ووجود الأتان اللي هي أنثى القمار في المشهد ده هو تقريبا لترويض وتهدئة الجحش الذي لم يركبه أحد من قبل عندما ركبه الرب يسوع. اللي حصل بعد كده ان السيد المسيح لما ركب على الاتان والجحش ابن اتان دخل به اورشليم، والجمع الاكثر يعني اغلب الحضور اللي كانوا موجودين، طبعا دي اشاره ان الفريسيين والرؤساء لما شافوا كده ما فرحوش مع الباقيين، عشان كده يقول الجمع الاكثر. فرشوا ثيابهم في الطريق بنفس الطريقة اللي قلناها، وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر، يقول القديس يوحنا إنها كانت صعوف النخل وفرشوها في الطريق. ودي كانت إحدى الطرق اللي بيرحب بيها اليهود بإنسان عظيم، بل أيضا كانت العادة بتاعة الشعوب لكي تظهر احتراما واعتبارا لإنسان عظيم، سواء ملك عائد من الحرب منتصر أو ملك راجع إلى بلاده بعد غيبة. أغصان الشجر تشير أيضا إلى إيه؟ إلى النبوات التي قيلت عن المسيح وتكمل الآن فيه. لو بصينا في السفر اللاويين نلاقي إن قطع الأغصان كانت عادة بتحصل في عيد المظال اللي هي في لاويين 23، وأيضا التسبيح بفرح وأنهم يقولوا أوصانا، فدي كانت موجودة وكانوا بيعملوها في ايه؟ في عيد المظال. فلاويين 23 عدد 39 و40، مدام موندا 39 و40. واما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الارض تعيدون عيد للرب 7 ايام،
وفي اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول سمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي، تفرحون أمام الرب وإلهكم 7 أيام. يبقى دي كانت برضو عادة بيستعملونها في عيد المظال، وكانوا يترنمون بالمزمور 118 كله، وده دلالة على الحرية والنصرة والفرح. لما دخل السيد المسيح إلى أورشليم ابتدى الجموع تقول أوصانا لابن داود، أوصانا في الأعالي. ولو رجعنا مع بعض لمزمور 118 نقرأ جزء منه مع بعض، مزمور 118 من 23 ل 26. أستاذ مدحت بيقول من 23 ل 26. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. يا رب خلص، يا رب انقذ، مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب، الرب هو الله. الجزء ده هو الجزء اللي استخدموه في دخول السيد المسيح الى ايه؟ الى اورشليم. اوصانا، كلمه اوصانا نفسها، هو بعض المفسرين يقولوا انها كلمه سريانيه مركبه، معنى اولها اوس بمعنى خلص، واخرها نا بمعنى ارجو، فكلها على بعض تعني من فضلك أو أرجوك أو رجاء خلصنا. في تفسير تاني يقول إن كلمة أوصانا دي كلمة يونانية أو لفظ يوناني لكلمة عبرية اسمها هوشعنا، وهوشعنا معناها خلصنا. بعد كده استخدمت الكلمة للتحية والهتاف أو كنداء موجه للملك. كلمة أوصانا نفسها دي ذكرت أيضا في صموئيل الثاني 14:4، صموئيل الثاني، هنلاقيها بالمعنى مش بالحرف، 14:4. دي كنت شنو ده عدد 4؟ وكلمت المرأة التقويعية الملك وخرت على وجهها إلى الأرض وسجدت وقالت أعني أيها الملك. هي أعني أيها الملك دي اللي هي بالظبط زي أوصانا، وبرضو تحمل كلمة أوصانا معنى آخر وهي المجد له، المجد له، وقد مجدوا بها السيد المسيح ابن داود باعتباره يهوى المخلص المنتظر، المنتظر. فكلمة أوصانا تحمل معنيين، تعمل معنى خلصنا أو معنى المجد له، تحمل معنى المجد له. طبعا احنا عارفين انها أوصانا أو خلصنا يعني، بس أيضا ينفع انها يبقى اسمها المجد له أيضا. وده هتاف زي ما قلت لكم كان بيستعملوه في عيد المظال، وكانوا بيترنموا من مزمور كله. قديس أغسطينيوس يقول سعف النخيل شعار للمدح يعني النصرة، فقد كان الرب قادما للنصرة على الموت بالموت وهزيمة الشيطان رئيس الموت بصليبه الغالب. أما مقولة الجموع أوصانا لابن داود، أوصانا في الأعالي، فكما يقول القديس العلامة أوريجينوس مدحوا ناسوتيته بصراخهم هوشعنا يا ابن داود، ومدحوا إصلاحه، هذا يعني أن الخلاص هو في الأعالي، مشيرا بوضوح إلى أن مجيء المسيح يعني الخلاص الذي لا يمس البشر وحدهم بل المسكونة كلها رابطا الأرضيات بالسماويات، زي ما بيقول في فيليبي أنه صالح الأرضيين مع الإيه؟
مع السمائيين، وجعل الاثنين ايه؟ واحدا. كل الجموع اللي سبقته، اللي تقدموا واللي تبعته، اعلنوا ايمانهم بانه هو المسيا المنتظر ابن داود، زي ما قلنا المره اللي فاتت ان كان الاعميين بيصرخوا ويقولوا ارحمنا يا ابن داود. وده اسم او لقب المسيا الذي ياتي باسم الرب ليخلصهم. وكلمه باسم الرب يعني المتسربل بسلطان الرب، والذي اوكل اليه الرب اعلان مشيئته. الجموع اللي تقدموا او طلعوا قدامه يشيروا لانبياء ورجال الله في العهد القديم، واللي تبعوه يشيرون الى المؤمنين في العهد الجديد، اللي قدام واللي ورا، الاثنين يطلبوا خلاص المسيح. أصنى في الاعالي. يعني أصنى في الاعالي؟ لو كنا هنفهم كلمه أصنى بمعنى المجد له، فيبقى الكلمة تفهم أنه ليتمجد المسيح تمجيدا يبلغ من الأرض إلى السماء. وإن كنا فهمنا كلمة أصنى بمعنى خلصنا، فيكون المعنى خلص يا رب من علو السماء. أصنى في الأعالي، خلصنا يا رب من علو السماء. المشهد الجميل ده هو المشهد المليان بقلوب وعقول تلقائية، أعتقد إن روح ربنا حركها دون أن تدري، إنهم يقولوا ويرنموا ويفرشوا ويحطوا عشان يتمموا النبوات، وعشان نفهم في الإشارات بتاعتهم إن اللي داخل الملك اللي تفرش له الثياب وتفرش له أغصان الزيتون وأغصان وسعف النخيل، اللي ينادى أمامه بطلب الخلاص وطلب وإعطاء المجد له. يقول بعد كده: ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة. كلمة ارتجت واضطربت دي حصلت قبل كده في أورشليم برضو عند ميلاد السيد المسيح. نلاقي الكلام ده في متى 2 عدد 3. استاذ مدحت بيباوي: فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع اورشليم معه. ده اللي حصل في وقت ايه؟ في وقت ميلاده، وايضا قبل صلبه بخمس ايام ارتجت المدينه كما اضطربت عند ميلاده. وذلك شان كل حادثه عظيمه تنتشر اخبارها سريعا زي النار في الهشيم، زي ما بيقولوا في كل المدينه. المدينه ارتجت وكل واحد قال: من هذا؟ مين اللي قال من هذا؟ غالبا هم الجماعات الغريبه اللي جت للعيد من كل مكان في العالم، لكن ما كانش بينهم جماعة مهمة قوي، الفريسيين والرؤساء. الفريسيين للأسف كانوا يملأهم الحسد والحقد، وقالوا السيد المسيح سكت التلاميذ، مش مفروض يقولوا الكلام ده، الكلام ده بتاع المسيا. قال لهم: لو سكت هؤلاء الحجارة تنطق. وقالوا برضو في يوحنا: لا ننفع شيء، العالم كله ذهب وراء. احنا كمان احبائي كده روحيا، احنا كده لما يسوعنا الحي يدخل قلبنا اللي هي اورشليم بتاعتنا عشان يقيم ملكوته بالصليب فينا، يرتج القلب، بل كيان الانسان كله يتزلزل. في زيارة من زيارات النعمة، الواحد فينا يلاقوا كيانه كله يتزلزل، يرتج كل المشاعر وكل الأحاسيس وكل الحب، يبتدي يطلع ويسكب على الملك الجديد.
لما تجيلك زيارة النعمة هتحسها واضحة جدا في حياتك. فقالت الجموع: هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. ده جواب الجموع للسائلين، وهو هنا قال لهم الاسم الشائع بين الناس أنه يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل، وهذا الاسم اللي لصق في التلاميذ حتى بعد إيه؟ بعد القيامة. نلاقي الكلام ده موجود أو 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 اللقب ده ذكر كتير جدا في لوقا ويوحنا. ده في لوقا 7:16 نقراها مع بعض. دي كنت شنودة 16. فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين: قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه. برضو في يوحنا، يوحنا في أكتر من مكان، يوحنا 6:14 مدام موندا. فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي للعالم. وكلمة النبي معرفة بالألف واللام، ده النبوة بتاعت مين؟ بتاعت يعقوب في السوري، بتاعت موسى في سفر التثنية. برضو في يوحنا 7:40 أستاذ مدحت بباوي. فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي. بالضبط. برضو في إصحاح 9 يوحنا 9:17 دي كنت شنودة 17. قالوا أيضا للأعمى: ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال: أنه نبي. فده اللقب أو الاسم الشائع بين الناس، يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. الموكب ده موكب جميل أحبائي، دخول السيد المسيح إلى أورشليم. عشان كده الأناجيل الأربعة يذكروه، وإحنا في الطقس بتاع يوم أحد الشعانين تتقرا الأربع أناجيل، لأن دخول السيد المسيح أورشليم حدث عظيم تعتبره الكنيسة عيد كبير من الأعياد السيدية الكبرى، لأن بداية الأسبوع بتاع الألام وبداية الصليب تمت فيه. ياريت نكون تخيلنا وعشنا شوية في موكب السيد المسيح ودخول أورشليم، وتخيلنا أن احنا في وسط الناس اللي بتهتف بالروح القدس عشان تقول: يا رب خلصني، يا رب ساعدني، لك المجد يا رب من كل قلوبنا، والمجد لربنا دائما أبديا. اللي يحب يسأل يتفضل. تفضل.